في محاولة من بعض الجهات المتنفذة في المحافظة وضع أيديهم على المساحات الخضراء في المناطق السكنية داخل الرمادي وجعلها موقعا تجاريا وسط حيرة المواطنين لهذا المشروع كونه المتنفس الوحيد المتبقي لهم. ما نقبل به، نريدها أرض خضراء، أريد متنزه الأطفال للشياب العوائل كمحلات، كل محلات موجودة الله أعطوا عن يشتري. أريد أرض خضراء متنزه، ما أريد لا ملاعب لا أريد محلات لا شو اسمه مال رعاية، أريد أرض خضراء تنفس عوائلنا. والله اختنقنا وكهرباء ماكو. أريد حديقة عامة عامة عامة، ما أريدها مستثمر يجي ياخذ ويبني، لأن يريد يبنينا سياد. احنا نريدها متنزه عام، يعني خلي يحذون يعني محافظة الاربيل، خلي يشوفوا شلون يسوون حدائق. احنا نريد حديقه حالنا حال المحافظات، نريدها يعني العوائل يعني مصطبات نقعد نشوف الشارع العام، محلات كافي يعني كافي، شنو الاستفاده من المحلات. المواطنون بدورهم ناشدوا محافظ الانبار بالتدخل الفوري وايقاف العمل لهذا المشروع ووضع حد لمن يريد تقديم المصلحة الخاصة والتربح الفردي على المصلحة العامة. هاي منطقة خضراء هاي، فتربط بين حي البكر وبين حي الشرطة. هسه سمعنا خبر ماكو اليوم يقول لك اكو مسؤولين ماخذيها استثمار فيريد يبنوها على اساس محلات، فاحنا نطالب اهالي المنطقة، نطالب المحافظ ونطالب مدير البلدية بانه ما تصير هاي محلات، نريدها حدائق ترفيهيه ونريدها هي قاع خضراء اصلا. فاحنا نطالب المحافظ بانه ما نريدها تصير محلات، واكو ناس مستفاده منها. وبحسب مختصين تحويل الاراضي الخضراء داخل الاحياء السكنيه في المدن واستثمارها تجاريا كارثه تنذر المجتمع وتجعله يفكر في الرحيل من المدن الى الصحراء من داخل حي الشرطه وسط الرمادي. نور الدين العبيدي، قناة التغيير.